أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان. أنا الإنسان هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الوقفة موضوع اكتشاف النفس لكي نتعايش بتميز، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. اكتشاف الذات أيها الأحبة كتب فيها الآلاف من الكتب، وما زال الإنسان يستكشف الكثير عن ذاته كل يوم، ولكن بالرغم مما كتب من أبحاث ودراسات فهنالك الكثير منا لا يعرف أبسط قواعد استكشاف الذات، بالرغم من أنه يقال أن أعلم شخص بنفسه هو ذاته، فهو وحده الذي يعرف قيمتها وقدراتها، فقط إن فتش في نفسه عن سر وجوده هو في الحياة في هذا المكان وهذا الزمان وفي هذه الظروف وبهذا النوع من القدر ومستوى الحياة. إن المستكشف لذاته ولحبه يتميز حينما فعلا يحاول أن يدع اليأس ويتحلى بالإيمان، ويحاول أن يعرف ويتساءل لماذا أنا موجود هنا وفي هذا الزمان. المستكشف للذات لديه قدرة الإرادة، وهذه القدرة الإرادة هي فضيلة إنسانية يستطيع من خلالها الإنسان صنع المعجزات. ولذا يقول صاحب رواية الكيميائي باولو كويلو في رده على سؤال ما هي الأسطورة الشخصية التي كنت تقصدها في قصتك، فيشير هنا هي ما كنت أنت كشخص دائما تتمنى أن تفعله. فكل واحد منا أيها الأحبة يعرف ما هي أسطورته الشخصية لو أراد فعلا أن يبحث عن ذلك ويقف مع نفسه عدة وقفات. فأنت في ريعان شبابك وفي فترة من فترات الحياة يكون لديك كل شيء واضحا، وترى أن كل شيء ممكنا، ولا تخاف من أن تحلم وأن تتمنى ما تحب أن تفعله في حياتك. ولكن كلما مر عليك الوقت والزمان فإن هنالك قوة خفية تنشط لإثبات استحالة أن تحقق الأسطورة الجميلة أو الشخصية الجميلة التي تمنيتها في حياتك. إنها قوة قد تبدو سيئة، ولكنها في الواقع قد تكون هي القوة التي تعلمك كيف تحقق أسطورتك الشخصية.
فأنت لو أحسست أن هنالك نوعا من التحدي بين ما كنت تفكر فيه كأسطورة شخصية وبين واقعك، فإن ذلك سيصنع لك ما يسمى بالإرادة. ولذلك نقول هنالك فرق بين الرغبة والإرادة، فالإرادة هي التي ستعد عقلك، وهي التي ستساهم في مواجهة حقيقة هذه الحياة. فأيا كنت وأي شيء فعلت، فإنك عندما تريد شيئا بالفعل فهذا يعني أن هذه الرغبة يجب أن تتحول إلى إرادة، وبحيث تتمكن منها النفس بشكل كبير. فعندما ترى وتؤمن أن رسالتك على الأرض هي مختلفة لأنك موجود في هذا المكان وفي هذا الزمان وفي هذه الظروف، فأنت حينها عندما تريد شيئا ما فإن الكون بأسره سيتضافر ليوفر لك توفير هذه الرغبة وهذه الإرادة. وهذا لا يحدث أيها الحبة إلا إذا واصلنا واستدمنا في محاولة استكشاف الذات. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسننا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد؟ أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد؟ فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار، إليك القرار. استكشاف الذات إذن هو مرتبط بقدرة الإنسان على التعامل مع مراتب نفسه والتي تمر في مسيرتها في الحياة بعدة مراحل، والتي قد تطغى عليها في بعض الأحيان إحدى القوى الأربعة على القوى الأخرى فتصبح غير متوازنة. فالنفس أحيانا قد تطغى عليه النفس الملهمة أكثر من النفس الأمارة، وقد تطغى عليه النفس الأمارة أكثر من النفس اللوامة، وقد تطغى عليه النفس المطمئنة أكثر من النفس الملهمة والأمارة واللوامة. وعدم التوازن هذا في حد ذاته لا يؤدي إلى أن يكون هنالك نوع من استكشاف الذات يجعلنا نتعايش ونقدم ما هو أفضل للحياة. ولذا فإن استكشاف النفس يتطلب أن نعرف النفس الملهمة، وهي كل نفس قبل أن تظهر فيها إحدى القوتين العاقلة أو الشيطانية فهي في حد ذاتها مؤهلة لأن تسير في طريق الخير أو طريق الشر. ولذا يقول سبحانه وتعالى ويعلمنا في كتابه الحكيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كما أن الاستكشاف للذات أيها الأحبة سيجعلنا نعرف أيضا النفس الأمارة، وهي تلك النفس التي تتفاعل فيها هذه القوى فتكون مؤهلة للوهم والغرور فتصبح أمارة بالسوء. ولذا يحذرنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكلما عرفنا أيها الأحبة هذه النفس الأمارة كلما أبعدناها عن المبالغة في إشباع الغريزة الشهوية والغضبية. كما أن معرفة الذات يعني أننا سندرك قيمة أكثر من قبل معنى النفس اللوامة، والتي تظهر فيها القوة العاقلة التي تدعو إلى الخير والعمل الصالح وتلومنا على فعل المنكر وتوبخنا أيضا لنقلع عن المنكر، فنعود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى توابين وأوابين. فهي نفس تسعى للمساهمة في استكشاف الذات. أما النفس المطمئنة أيها الأحبة فهي تأتي من خلال استكشاف الذات أيضا، حيث يستطيع الفرد منا أن يصل إلى مرتبة سامية هي مرتبة السكون والاطمئنان. ولذا فإن الله حينما يكتب لنا الرجوع إليه سبحانه وتعالى يقبضنا ويقبض أنفسنا على هذه الحال، حال النفس المطمئنة. ولذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه الرتبة من رتب النفس هي المطلوبة والتي يجب أن نسعى إليها أيضا بتحكيم قوة العقل وضبط قوة الوهم
ليتحقق الاستكشاف السليم للذات. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس والإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. قصتنا لهذا اليوم أيها الأحبة تحكي أنه كان هنالك امرأة أرملة لم يكن لها معين إلا الله سبحانه وتعالى، وكانت تعين أطفالها حيث تقدم لهم الحب والعطف والحنان والأمان، وكانت امرأة صابرة ومؤمنة مما جعلها تصبح قوية. وفي أحد الليالي وبينما أطفالها نيام اشتدت الرياح وزادت الأمطار، وكان بيتهم ضعيف الأساس، ومن كثرة قلق هذه الأم الأرملة على أطفالها بقيت مستيقظة تحضن أطفالها بقربها ليحصلوا جميعا على أكبر قدر ممكن من الدفء. وفي لحظة من اللحظات قامت الأم وأحست بأن عليها أن تكتب ورقة صغيرة فيها بعض الكلمات وتضعها في شق الحائط. وفي تلك الأثناء لم تكن تعلم الأم بأن أحد أطفالها كان يراها وهي تضع شيئا ما بالحائط. مرت الأيام وعقبتها السنوات وتغير الحال، فكبر الأطفال وأصبحوا رجال، فكانوا متعلمين مثقفين مما جعلهم يتركون بيتهم الصغير ليسكنوا بيتا في المدينة، ولكن أمهم لم تلبث معهم إلا سنة واحدة في هذا البيت الجديد حتى توفاها الله. وبعد انتهاء 3 أيام العزاء اجتمع ابنائها، وفي لحظة ذهب كل منهم بذكرياته عن أمه وما قدمته لهم من تضحيات. وفجأة تذكر الأخ الأكبر أنه رأى أمه وقد وضعت شيئا ما في الحائط في منزلهم القديم في أحد الليالي، فأخبر أخوته فهرعوا جميعا مسرعين إلى ذلك البيت القديم. وعندما وصلوا نظر الابن إلى الحائط والتقط الحجر الذي يغلق فتحة الشق، وعندها وجد ورقة في داخل هذا الجدار فسحبها، وإذا بالبيت يهتز بقوة، فخاف الأبناء من أن يسقط البيت عليهم، وفعلا ابتعدوا جميعا فوقع البيت. وعندها حل الصمت بين الأخوة للحظات وعلى وجههم الاستغراب والذهول، كل ذلك يحدث في لحظات بسيطة. فقال أحد الأبناء تعالوا لنقرأ هذه الورقة، فإذا بها ورقة كتبت بخط والدتهم تقول اصمد بإذن ربك. عندها ترحم الأبناء على والدتهم وعرفوا أن أمهم كانت فعلا مستكشفة لذاتها ومتصالحة مع نفسها، ولذلك استجاب الله دعاءها. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا اللهم من الظلمات إلى النور، وجنبنا اللهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة، الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي، أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.